في أوساسونا، في برشلونة، في أوفيدو، في إشبيلية، حيث بقي لفترة طويلة. هذا الحارس طبعا تعرض لمرض يصيب الجهاز العصبي ويفقد المريض السيطرة على تصرفاته، أو كما يقولون عنه مرض التصلب الدموي. وطبعا كان حديثا مؤثرا جدا من هذا الحارس في الفترة الماضية، عندما قال الحارس الذي لعب 318 مباراة طبعا مع أندية مختلفة، يقول بصوت عال وشجاع: كونوا شجعانا وتذكروني، في إشارة طبعا إلى هذا هو اللي معانا في الصورة طبعا. وكان بالمناسبة مساعدا لبيب غوارديولا مع السيتي، وكان مساعدا للويس إنريكي في طبعا في فيجو، وبالتالي في سيلتا فيجو، المباراة الخيرية التي تنتصر فيها الرياضة وتعلو فيها قيم الرياضة. من المفترض الآن أن تنطلق. لدينا برشلونة الذي يستضيف في هذا المساء المان سيتي، هي المواجهة السابعة بالمناسبة تاريخيا فيما فرصة للأمام، الفرصة الأولى، ومن نعم كانت الفرصة الأخرى، وعاد هنا أيضا مع السيتي، لكنه يعود الآن طبعا لهذا الفريق في الموسم الماضي لبرشلونة. المباراة تنطلق أيضا أنسو فاتي وباستثناء الحارس شتيجن، مع ذلك يلعب في كرة القدم. واليوم يقولون بجانب العمل فودن الإنجليزي الشاب، الله جميل، حلوة جنهية، وكأنها مباراة متقدمة في دوري الأبطال. تشافي هرنانديز، هذه انطلاقة عن طريق فيسي، ينطلق العاجي الخطير اللي الله، حلوة، التهديد الأول، الخداية الأولى تعطينا بالفعل المتعة من الحب الكبير. هذه انطلاقة في هذا المكان الخطير، الكابتن الثالث يحضر كذلك سيرجيو روبرتو، الصورة في تاريخ نادي سيتي انه كومباني. هذه انطلاقة في هذا المكان الخطير عن طريق توريس في نواح اخرى. هذه انطلاقة الان عن طريق برناردو سيلفا باربعة اهداف، وبالتالي ربما شاهد عن جيرار بيكي. حلو انك تكون رجل اعمال ما بلسة كما ذكرت في ليدز يونايتد، لكن انطلاقة وحالة تسلها في مباراة اليوم، فرصة تقدم للشباب الصغار طبعا من بروسيا دورتموند. وفي شيء من برشلونة وكل التاريخ كما سيبقى أغويرو، سنة الحياة. هذه انطلاقة في مكان جميل، اللاعب الذي يتقدم، والكرة خطيرة جدا، ألعاب تلعب للأمام، وحارس خطيرة، فرصة ويسجل يسجل الهدف الأول. الفارس أخطأ الحارس بينيا، ما عنده بوسكت على لمسات بوسكت، كرة في وسط الملعب فيها خطأ من هذا اللاعب، وصلت التسديدة أشرف مارشيلو بيلسا الذي يقول دائما بنهاية المباراة أن يعود الآن، ربما الآن خطيرة، وقد قالها صراحة أنه يريد أن يكون بأرقام كبيرة، لأنه سجل في تلك المباراة من الأهداف الثمانية، سجل 6 أهداف كاملة مكملة. لونة تلعب عالية بهذه الصورة، ولا زالت خطيرة، وهدف التعادل، أوباميانغ ربما بهذا الهدف، وكأنه يرسل إشارة إلى تشافي هرنانديز: أريد البقاء، لا أريد الرحيل، أنا في المدينة الساحرة. أنا للمنتخب السعودي الأخضر إن شاء الله تعالى أمام الأرجنتين. قدرات المعتادة، التسديدة، محاولة الآن فيها مرور، فيها عرضية خطيرة. 6 ألقاب متتالية في عام تاريخي بكل معنى الكلمة، موجود اليوم في قائمة البدلاء. دي بروينه سجل في الكرة الماضية، محاولة المرور لا زالت عن طريق رانك، فكر، قرر، تقدم، سدد، اصطدت، هدف ثاني قادم. كرة تلعب، مباراة، يا الله، هذه كرة تلعب للإيد، الهجوم عن طريق فيران توريس، يتركها إلى الفارس، فكر في الزاوية البعيدة. برشلونة والحديث عن طبعا السيتي لازال محرز، سددها، اصطدت وعادت، والتسديد تلاقى في هذا المكان، رياض محرز وخطأ في مكان يوزيبيو سي كريستيان، هذا المدير الرياضي موجود، اعتقد 3 مرات لكل فريق. انطلاقه حلوه الامام، لكن الله،
في مكان باتجاه جوردي ألبا. التفكير الفكرة جيدة لكن وفرصة هدف لكن إبعاد والكرة بتضيع. يا لهذه الانطلاقة الخطيرة والكرة فيها مرور والكرة فيها محاولة من جانب أنسو فاتي. فأنت لا شك رياضي رياضي حقيقي يتحدث. دخول أيضا جوش ويلسون. محاولة قائمة الأمام خطيرة. الكركير نعم قصير لكنه يفعل شيء من العجب في عالم ضلية. بينما محاولة بالفعل جميلة للأمام من بالمر. هذه محاولة تلعب للأمام الآن لكن التغطية من جانب ربما ونتمنى نشاهد ليفاندوفسكي. لكن رب يعطيه الفرصة الأطول من أجل بعد ذلك أن يأتي الكرة الماضية. لكن موجود سيرجي روبرتو والإبعاد من أرض الملعب وفريق من آخر باستثناء حارس المرمى ربما. هذه محاولة من غوندوغان خطيرة. بالمر تغطية كرة قدم خطيرة فرصة ومرة أخرى وهدف. هدف البارسا من الهولندي ويسعد الأنصار في المدرجات. هدف ثاني لبرشلونة في مكان رياض محرز. هذه خطيرة. يا سلام الله الله. هدف 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 وكأنك تعزف لحنا موسيقيا يا جماعة الخير. الله 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 الله. هذا أنا متأكد حتى عاشق. وتسديد قوية. الله مرة أخرى يا سلام الله. فرصة وحارس المرمى حارس المرمى من أمام ديباي من أمام ديباي. تشابي هرنانديز وفيه بوسكيتس وكأنك في قلب العاصفة. هدف ثالث هدف ثالث من ديباي. ديباي هولندي في إرث هولندي كبير. السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. تزيين الدفاتر المدرسية او تزيين الكراسات المدرسية. خد بالك من حاجة مهمة جدا قبل ما تشتغل الشغل ده. يستحسن الدفتر اللي هتشتغل عليه او الدفتر اللي هتعمل فيه تزيين يستحسن يكون ورقه تقيل علشان يستحمل الالوان ويستحمل القلم والفلوماستر وما يعلمش في الورقة اللي بعدها. طبعا لو هتشتغل على دفتر ورقه خفيف زي الدفتر اللي انا شغال عليه ده كده يستحسن تخلي الورقة اللي هتشتغل فيها هي لوحدها موجودة على الترابيزة. ما تخليش الورقة موجودة على الدفتر كله بالشكل ده. طبعا انا اشتغلت بالشكل ده علشان الدفتر ده للشغل بس للتصوير مش هستخدمه بعد كده. انما انت اكيد الدفتر اللي هتعمل فيه تزيين هتستخدمه بعد كده. فحافظ عليه بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دي. ما تنساش لو عندك اي اقتراحات او لو عندك اي كلام اكتبه في التعليق وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ما تنساش لو الفيديو ده عجبك تعمل لايك وشير وتتأكد انك مشترك في القناة. واشوفك في الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.